حياكم الله. بعد تلويحه أمس باتخاذ إجراءات أخرى لمنع ما وصفه بانهيار مؤسسات الدولة، يأتي الحديث اليوم عن قرار بشأن إلغاء سفر الرئيس صالح، كما سبق وأعلن وعقب أن اشترطت الولايات المتحدة استقباله لغايات علاجية فقط. أنا سأذهب إلى أمريكا. الجدل حول سفر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى الولايات المتحدة للعلاج اتسعت دائرته لينتقل من أروقة البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية إلى الأوساط اليمنية بإعلانه التراجع عن السفر. هذا الإعلان جاء بعد أن قررت قيادات المؤتمر الشعبي العام وبعض المسؤولين في الجهاز الحكومي الموالين لصالح عدم مغادرته البلاد لمواجهة الأحداث الجارية والمتمثلة في تزايد الاحتجاجات والاعتصامات في المؤسسات العسكرية والمدنية التي أطاحت بعدد من القيادات. هم الآن ينخلوا في الوزارات ويقيلوا المسؤولين ويطردوهم من مكاتبهم ومن مؤسساتهم، وشلل سيحدث في كل أجهزة الدولة. هذا الموقف الجديد كان حصيلة اجتماع تشاوري ترأسه الرئيس صالح مع قيادات في حزبه ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين، أبدى خلاله المؤتمر الشعبي انزعاجه وقلقه مما يجري من تصعيد تجاه بعض القيادات في مؤسسات الدولة، معتبرا ذلك استهدافا له ومنحا خطيرا يهدد اتفاق التسوية. وكان الاجتماع التشاوري قد أقر تشكيل غرفة لإدارة الأزمة برئاسة علي محمد مجور. مصادر سياسية يمنية ترى في هذا التطور محاولة للضغط على الولايات المتحدة ودول الخليج، لعلمها أن بقاء صالح لا يساعد على تخفيف التوتر ولن يساعد على الوصول إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. على صعيد متصل ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن الرئاسة اليمنية أكدت بأن صالح وأسرته باقون في البلاد ولن يغادروا إلى أي جهة. وسط هذا المخاض تواصل حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوا تواصل مهامها بصعوبة بالغة في ظل تجاذبات سياسية وتحديات خطيرة تهدد مصير اتفاق التسوية والمبادرة الخليجية برمتها. ومعنا من القاهرة علي المعمري عضو مجلس النواب اليمني. سيد علي أهلا بك. إلغاء سفر الرئيس صالح هل هي أحد الإجراءات التي هدد باتخاذها؟ أولا عام سعيد على مشاهدي العربية، وعليك. ودعني أنتهز هذه الفرصة، هذه السانحة، لأقول للشعب اليمني بذرتم بذور الدولة المدنية، دولة المواطنة المتساوية، ورويتوها بدمائكم، وفي هذا العام بإذن الله ستحصدون ما بذرتموه. طيب. هذا أولا. الأمر الثاني فيما يتعلق بعدم بقرار إلغاء سفر الرئيس للعلاج إلى أمريكا، أعتقد أن وكالة الأسوشيت بريس قالت اليوم على لسان قيادي في المؤتمر الشعبي العام بأن علي عبد الله صالح ألغى زيارته، وذلك بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات في المؤسسات. أعتقد أن هذا هو المبرر، لكن ما حاول بالأمس علي عبد الله صالح أن يعني يضخم مما يحصل في المؤسسات كان رد النائب عليه مباشرة. قال النائب لحظتها في نفس اللقاء أن ما يجري اليوم في اليمن هو أفضل بكثير مما كان يجري قبل شهر. أعتقد أن نائب رئيس الجمهورية قد قال الكلام المفيد في نفس الاجتماع. اليوم ما يحصل في المؤسسات هو عمل، أعتقد أن الثورة تنتقل إلى طور آخر في مسألة إقالة المسؤولين، مع أن قناعتي أنه يفترض في مسألة محاسبة الفاسدين أن تجهز ملفات فساد وأن تحال لنيابات الأموال العامة ويصدر بها قرارات قضائية، لأنه في ظل في هذا الانفعال وفي قد يحصل ظلم لبعض الشخصيات. لكن أقول أن ما يحصل وبحسب كلام نائب رئيس الجمهورية هو أمر طبيعي كان يعني سيد علي الحسبان وليس بمستغرب ان يحصل. طيب. يعني الرئيس صالح ايضا، الرئيس السابق علي عبد الله صالح ايضا يعني هدد باتخاذ خطوات، ماذا ايضا في جعبته؟ ما الذي يمكن ان يتخذه من خطوات اخرى غير الغاء السفر لمنع انهيار المؤسسات حسب قوله؟ علينا ان نعلم ان بقاء علي عبد الله صالح في اليمن هو سيكون معيق لتنفيذ المبادرة الخليجية
خاصة في مرحلتها الأولى والتي ستفضي إلى انتخابات رئاسية. وجود علي عبد الله صالح في اليمن سيكون معيقا لتنفيذ هذه الآلية، وبالتالي من الضرورة بمكان مغادرته للعلاج. اليوم علي عبد الله صالح بواسطة أبناء العائلة الموجودين على رأس المؤسسات العسكرية يعيقون تنفيذ المبادرة الخليجية. وكيل وزارة الداخلية يرفض توجيهات اللجنة العسكرية. الحرس الجمهوري اليوم يقصف مدينة صوفان، هو يستطيع من خلال وجوده في اليمن أن يعيق تنفيذ هذه المبادرة. أعتقد من الضرورة بمكان أن يغادر علي عبد الله صالح للعلاج إلى خارج اليمن حتى يعني يمكن تنفيذ المبادرة الخليجية، وأن يظل في الخارج حتى يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية. بقاؤه سيكون معيقا لتنفيذ المبادرة. شكرا لك علي المعمري عضو مجلس